Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. حال اي بلد مستعمر يبحث عن مجالات حيويه للاستثمار والتجاره وضعت الولايات المتحده نفسها على طريق الغزو الاستعماري الذي كان يبدو ان العالم قد غادره في النصف الثاني من القرن العشرين حيث كانت تسمى تلك الحقبه الاستعمار القديم. في السابق عندما كنا نقرا في مناهج الدراسه ان بلدا استعماريا قد غزا واحتل بلدا اخر لوفره خيراته وموقعه الجغرافي وتشابه تلك الاسباب في اكثر من حاله للغزو الاستعماري فان ذلك قد يبدو حينها ضربا من التبسيط، لكن المشكله هي ان تتبع التاريخ الامريكي منذ تاسيس الولايات المتحده عام 1776 يقول بان تلك الدوله ما كان ممكنا ان تفكر مع مطلع القرن الحادي والعشرين بمنطق يعود الى العصور الوسطى، عصور الغزو والسيطره والسعي الى نهب الثروات واستغلالها في البلدان الاخرى، لكن الحقيقه هي ان الولايات المتحده وضعت لنفسها بعد الحرب العالميه الثانيه خطا واضحا منذ ذلك اللقاء الشهير بين الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز ال سعود ملك المملكه السعوديه، في ضروره ان ترث امريكا المصالح البريطانيه في الخليج وتحافظ عليها وتجيرها لصالح الاقتصاد الامريكي. كان عصر النفط قد برز في المنطقه في النصف الثاني من القرن العشرين مع تزايد الاكتشافات النفطيه من قبل شركات النفط الانجليزيه، لكن المفارقه هي ان امريكا ورثت تلك الاكتشافات واصبحت منطقه الخليج هي منطقه نفوذ امريكي بامتياز. واستمر رؤساء الولايات المتحده منذ عهد روزفلت وحتى بوش الابن يؤكدون تماما على اهميه الحفاظ على امدادات النفط من الخليج الى امريكا واوروبا بشكل طبيعي، وعدم السماح بتغيير توازنات المنطقه بما يسمح باستحواذ طرف معين على ما هو اكثر من حصته الحاليه، وما يجعله طرفا اقليميا يصبح له دور اكثر من المطلوب. في سياسه السوق النفط. هنا ارجو من المشاهد الكريم ان يشاهد الحلقه السابعه بعنوان امريكا والنفط من سلسله حلقات حرب الخليج الثانيه على هذه القناه ليعرف تاريخ ارتباط المصالح الامريكيه في الخليج من خلال النفط. Let our Will be regarded as an assault on the vital interests of the United States of America. <clears throat> and such an assault will be repelled by any means necessary. المهم في الموضوع أن إدارة المحافظين الجدد مع وصولها إلى الحكم في واشنطن عام 2000 كانت تنظر إلى العراق على أنه بحيرة نفطية ينبغي الوصول إليها وأن تلك البقعة ما بين النهرين تحتوي من احتياطات النفط المؤكدة ما يجعلها ثاني أعلى احتياطي بعد السعودية في النفط مع ما يتمتع به النفط العراقي من مميزات قربه من سطح الأرض وهو ما يجعل تكاليف استخراجه بسيطة وفي المتناول من يستطيع الاستفادة من تلك الثروة الهائلة. في أواخر القرن العشرين تجاوزت أمريكا العتبة الحرجة حيث أصبح الاستهلاك للبلاد من النفط يتجاوز 50% ولأول مرة وبذلك أصبحت الحاجة واضحة إلى تأمين احتياجات الولايات المتحدة من النفط لضمان استمرار عجلة الاقتصاد الأمريكي. لكن المشكلة برزت مع وصول بوش الابن والمحافظين الجدد إلى الحكم مطلع عام 2001 حيث أصبحت أمريكا تحت ضغط أزمة الطاقة وهذا كان واضح في الاجتماع الذي عقده الرئيس الامريكي مع ادارته بعد تسعه ايام فقط من توليه منصب الرئاسه، وكان النقاش الاساسي حول ازمه الطاقه الامريكيه، حيث كان انتاج امريكا من النفط عام 2001 لا يتجاوز 9 مليون برميل يوميا، بينما استهلاكها من النفط يتجاوز 19 مليون برميل، بل ان امريكا تعرضت مع مطلع عام 2000 الى ازمه نفطيه حاده ونقص في الغاز الطبيعي باجزاء كثيره من البلاد. إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي الدوري مثل انقطاع التيار الكهربائي في ولاية كاليفورنيا عام 2000 أصدر مركز استراتيجيات البترول الذي يرأسه وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر تقريرا كانت مقدمته هي مقطع منقول بقلم السفير جورج كينان عام 1950 وينص على ما يلي إن الشعب الأمريكي يمثل 6.3% من سكان العالم لكنه يستهلك 60% من بترول هذا العالم والمهمة الأولى للإستراتيجية الأمريكية تقتضي المحافظة على هذه النسبة مهما كانت ظالمة للآخرين، والعمل على فرضها بكل الوسائل دون أن نخدع أنفسنا بأوهام عن مبادئ العدل والمساواة، وحتى لو اضطرت في سبيل ذلك إلى استعمال قوة السلاح، لأن المبادئ تخاطب الضمائر والحقائق تصنع الحياة. كانت أبرز فقرات ذلك التقرير باختصار تتلخص فيما يلي: واحد الخيار الأمثل لأمريكا هو السيطرة على صناعة النفط بكل مراحلها. اثنين أن أمريكا لم تعد تستطيع الاعتماد كما فعلت على مصدر رئيسي وهو النفط السعودي، كما حدث بعد الثورة الإيرانية عام 79، ومع أن السعودية تمتلك أكبر مخزون احتياطي، لكن الاعتماد على النفط السعودي مع المطالب المالية المتزايدة لأصحابه يمكن أن تستنزف ذلك النفط بأسرع ما يمكن. ثالثا أن نفط العراق وبحر قزوين كلاهما لم يصل إلى الحد الأقصى لاستغلاله أو قريبا منه، لذا فالاستراتيجية الأمريكية تستطيع إنشاء شبكة واسعة ومؤمنة لنفط الشرق الأوسط يصب فيها نفط السعودية وغيرها من دول الخليج مضافاً إليها النفط العراقي ونفط بحر قزوين لذا فان المستقبل يمكن ضمانه امريكيا. لم يكن من المصادفه ابدا ان تتالف اداره بوش الابن بما فيها الرئيس نفسه وكبار المسؤولين فيها من عناصر مهمه في شركات تجاره وصناعه النفط. كان بوش الابن حاكما لولايه تكساس الامريكيه المعروفه بتاريخها في مجال الصناعات النفطيه، بل ان بوش نفسه كان ضمن عائله والده بوش الاب المعروفه بتاريخها في مجال الصناعات النفطيه. عاد طبعا عن نائب الرئيس ديك تشيني الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركه هاليبرتون احدى اكبر شركات خدمات النفط والغاز وحتى مستشاره الامن القومي كونداليزا رايس كانت هي الاخرى مديره سابقه لشركه شيفرون النفطيه In the first primacy and access and maybe control of their oil fields. And Rumsfeld is, is pointed about this in the first meeting, in fact, oil fields. Oil fields that will be essentially our oil. بعد حوالي أسبوع من توليه المنصب أصدر بوش الابن قراره بتشكيل اللجنة الوطنية لتطوير سياسة الطاقة المعروفة أيضا باسم لجنة المهام الخاصة. كان رئيس اللجنة بالطبع هو ديك تشيني نائب الرئيس وتضم في عضويتها اسماء معروفة جدا في صناعة الطاقة منهم جون براون الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي بي والسير مارك مودي ستيوارت الرئيس التنفيذي السابق لشركة Royal طوال عده شهور كانت اللجنه تجتمع بشكل مكثف وراء الابواب المغلقه مع تنفيذيين ومجموعات ضغط من صناعه الفحم والطاقه النوويه والغاز والنفط جاءت توصيات اللجنه بما يثير الدهشه من حيث استعراضها لآفاق استيراد النفط المتاحه من السوق الأجنبيه وتحديدا العراق، لدرجه ان اللجنه أعدت خريطه لحقول العراق تتضمن ما هو مكتشف لغايه عام 2001 والمناطق التي لم تصلها الاكتشافات النفطيه بعد خصوصا في غرب وجنوب غرب العراق المحاذي للحدود مع السعوديه. As the National Security Council trains its focus on Iraq. That same week, President Bush also directs Vice President Cheney to head up a high level energy task force. Its operations are run out of Vice President Cheney's office. It was a highly secret operation, and it was uh, arranged to be that way. They tasked these people to hide away in a room in secret, uh, holding meetings and coming up with a policy. Cheney's task force meets privately with energy lobbyists as well as executives from some of the nation's top oil companies. Concerns about big oil's influence in crafting U.S. energy policy will eventually lead Congress's General Accounting Office to file an unprecedented lawsuit against the White House for access to energy task force records. John Dingell, who was chairman of the Energy and Commerce Committee, and I requested the GAO to do an investigation because while we were sending letters to the vice president, we weren't getting responses. They said, no, these are presidential advisors. We don't have to divulge what they're doing. Whereas if it had been cabinet agencies, they would have been forced to uh, divulge who they were meeting with and what the, what the emails were, what the topics were. Did we talk to energy companies? Absolutely. You'd have to be a damn fool to put together a comprehensive nationwide energy policy and not talk to energy companies. In order for me to be able to get good, sound opinions, those who offer me opinions or offer the vice president opinions must know that every word they say. Is not going to be put into the public record. The White House battles to keep secret most task force files, and they will ultimately prevail in the courts in that fight. But administration opponents are eventually able to pry loose a number of secret task force files. Although it's not known to the public at the time, the Cheney Energy Task Force reviews this document detailing potential foreign suitors for Iraqi oil field contracts. It's essentially a list of international oil companies that are lining up to get into Iraq. The task force also obtains detailed maps of Middle Eastern oil fields. The map of Iraq pinpoints the exact locations of the country's pipelines, refineries, and supergiant oil fields. We had oil fields we could divide up, foreign suitors. Along with American suitors, meaning major oil firms and oil contractors like Halliburton, could line up for parceling of those oil fields. None of these documents is included in the final Energy Task Force report that's made available to the public and to Congress. في كتابه وقود على النار الصادر عام 2011 يلخص غريك موتيت المفارقه النفطيه الصارخه بين العراق والولايات المتحده من خلال حديثه مع فالح الخياط الذي كان يشغل في منتصف التسعينات منصب مدير عام التخطيط في وزاره النفط العراقيه وفقا لكلام فالح الخياط فانه بحلول عام 2000 كان الطلب العالم يتزايد على النفط بينما كانت الدول المنتجه مثل السعوديه وروسيا وامريكا تنتج باقصى ما لديها من امكانيات في المقابل كان العراق هو البلد الوحيد الذي يمكنه زيادة إنتاج النفط بشكل كبير بما أن صناعة النفط فيه كانت تعمل دون إمكاناته كان العراق بسبب الحروب والعقوبات قد تراجع إنتاجه من النفط ليشكل أقل من 4% من الإنتاج العالمي بينما كان الاحتياط المتوقع لديه من النفط يشكل 11% من احتياط النفط عالمياً ولك ان تتخيل ان مقارنه هذه الارقام مع مقارنه انتاج النفط الامريكي كانت تشير الى ان امريكا كانت تحتل المرتبه الثانيه عالميا في عام 2000 بنسبه 10% من اجمالي الانتاج العالمي، بينما هي لا تمتلك من الاحتياطات سوى نسبه لا تتجاوز في احسن احوالها 3% فقط في ظل معدلات الإنتاج تلك فإن نفط الولايات المتحدة كان متوقع أن ينفذ خلال عشر سنوات تقريبا بينما يصمد العراق لمدة تتجاوز قرن بأكمله اعتمادا على معدلات إنتاجه حينها أي أنك باختصار أمام طرفين يمثلان قمة التناقض بلد ينتج بشكل بطيء ويحتفظ باحتياطي يمكن أن يمتد لعشرات السنين وبلد آخر ينتج بقوة لتعويض طلبات الاستهلاك المتزايدة لديه ومعرض لأن يستنفذ مخزونه من النفط خلال عشر سنوات قادمة فقط وفقا لكلام فالح الخياط الذي نقله موتت في كتابه فإنه كان الخيار المنطقي أمام الإدارة الأمريكية هو تحرير العراق من قيود العقوبات ليساهم في رفض السوق النفطي بإنتاج نفط متزايد وبالأساس يغطي الطلب الامريكي بكميات معقوله من المنتوج لكن ذلك يعني انه في حال رفع الحصار بوجود صدام حسين على راس السلطه في بغداد فانه سيعود مجددا لاستثمار عوائد النفط في اصلاح الاقتصاد واحياء طموحاته العسكريه في تطوير اسلحه الدمار الشامل مضافا له ان اعتبارات التوازن في الشرق الاوسط وامن اسرائيل التي كان العراق بحكم نظامه الحاكم انذاك يمثل فيها مصدر ازعاج متكرر بنداءاته العدائيه ونهجه المتشدد، ويقدم رئيسه مبلغا ماليا لعائله كل فلسطيني ينفذ عمليه داخل الارض المحتله. اختتم الخياط كلامه بان العراق اصبح جاهزا للاحتلال بعد 12 عاما من العقوبات المدمره والاثار الكارثيه لحرب الخليج الثانيه. بوصول بوش الابن الى السلطه عام 2001، كانت الكثير من مراكز الدراسات تحذر من ان الطلب العالمي على النفط سيتزايد باكثر من المعروض. وهو ما يتسبب بارتفاع الأسعار. ويشير موتيد في هذا السياق إلى دراستين مهمتين. الأولى نشرت عام 2000 عبر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS. عن عنوان الدراسة: الجغرافيا السياسية للطاقة في القرن الحادي والعشرين. وكانت تحذر بشدة من نمو استهلاك النفط حول العالم بشكل متسارع وهو ما يعني أن إمدادات الطاقة يجب أن تزيد بنسبة 50% خلال العشرين سنة القادمة لكن يمكن تحقيق ذلك فقط لو أنتج كل من العراق وليبيا وإيران بكامل طاقاتهم كان القلق الأبرز في الدراسة هو أن نوعية العقوبات والحصار المفروض على بغداد يجعل الأمر صعبا حينها لإصلاح البنية التحتية التي تساعد العراق على زيادة الإنتاج وبالتالي تقدم الدراسة توصيتها بضرورة تشجيع الدول المنتجة على فتح قطاع الطاقة فيها أمام الاستثمار الأجنبي من خلال الشركات الأجنبية. الدراسة الأخرى الأهم نشرت عام 2001 قبل أحداث برج التجارة العالمي كانت الدراسة معدة من قبل إيمي مايرز جافي من معهد جيمس بيكر بجامعة هيوستن بولاية تكساس التي كان بوش الابن حاكما فيها قبل توليه الرئاسة المهم أن الدراسة حذرت من عصر جديد من شحة الطاقة الذي سيكون فيه الاستثمار الكبير أمرا حيويا لتلبية الطلب المتزايد أضم فريق العمل 41 مسؤول من الشركات النفطية العملاقة مثل إنرون وإيناي وتكساكو وشيفرون وشيل وبي بي باختصار فان الدراسه رات ان دول الخليج اصبحت متردده في الاستثمار بما يكفي لزياده الانتاج وان العراق يمثل دوله متارجحه، لديها فائض طاقه يكفي ليعطيها دورا حيويا في تغيير سعر النفط بقرار سياسي بشان معدل انتاجه. من هنا فان الدراسه كانت ترى بانه لابد من جعل العقوبات ذات تاثير محدد، لان الاحتياطات العراقيه تمثل رصيدا رئيسيا يمكنه ان يضيف طاقه سريعه وكبيره لاسواق النفط، ويضيف منحنى اكثر تنافسيه لتجاره الصناعه النفطيه، لكن العقبه طبعا تكمن في طبيعه ان العقوبات مفروضه بسبب وجود نظام صدام حسين في السلطه، لذا فان الدراسه كانت تحث على اجراء مراجعه سريعه وفوريه لنظام العقوبات والسياسه المتبعه مع العراق. بما في ذلك التقييمات العسكريه والسياسيه والاقتصاديه. اذا باختصار كان هناك طرف امريكي يستهلك لاجل حاجاته الخاصه باكثر مما ينتج. وهو معرض لاستنزاف احتياطاته بشكل أسرع من المتوقع وفي المقابل هناك بلد يطفو على بحيرة من النفط لكن مشكلته هي أنه موضوع لسنوات داخل حصار اقتصادي ويحكمه نظام سياسي لم يعد يتناسب مع الوضع الدولي والحاجة المتزايدة للقوة العظمى التي وضعت عينها على كنوز الذهب الأسود المخبأة في جوف الأراضي العراقية وهو ما يعني أن مصلحة أمريكا تقتضي فتح صناعة النفط العراقية أمام الاستثمار الأجنبي لغرض زيادة الإنتاج وهذا الاستثمار يعني أن شركات النفط العالمية هي التي ستقوم بذلك الدور وهو ما يحق لها أرباحا لا يمكن تجاهله كانت الفكرة باختصار هي نفس النظرة الاستعمارية في العصور الوسطى مجموعة ترى نفسها ذات فكر سياسي واستراتيجي عالي المستوى تنظر الى بقعة من الارض يعيش عليها اناس متخلفون لا يعرفون كيفيه الاستفاده من مواردهم تحكمهم انظمه شموليه دكتاتوريه تتعالى فيها نسب عباده الشخصيه وبالتالي فسكان تلك الارض غير مؤهلين لاداره مواردهم بانفسهم ولذا فلا بد من اعطائهم دروسا في كيفيه العيش على مستوى كالذي يريده لهم اصحاب الفكر النير وزعماء العالم الحر لكن هناك مشكله بسيطه وهي أن سكان تلك الأرض المراد الاستيلاء على مواردها يتمسكون بأفكار بالية وشعارات رجعية مثل السيادة والثروة الوطنية والاستقلال وغير ذلك وهو ما يعني أنه لا بد من تطبيق نظرية الاستيلاء غير الودي على تلك الأرض ومواردها وأنه لا بد من تصفير العداد أي محو سجل الذاكرة السياسية والتاريخية والثقافية لتلك البقعة المستهدفة أي محو السجل بأكمله وفتح صفحة جديدة بيضاء يكتب فيها من أول السطر بيد نيو متحضرة ومتطورة سنعرف الكثير عنها في سياق الحلقة القادمة يجب ان العراق في 48 حوالي. يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ